لجنة الحكام، كنت سألتك عن هذا الموضوع، أعتقد هو مسؤولية الاتحاد برضو صح؟ مسؤولية الاتحاد آه، و لكن بتحلم بإيه مثلا فيه؟ لا بحلم طبعا. في الاول وفي الاخر في اخطاء تحكيميه في العالم كله. في دول بتجيب مثلا مدير فني ألماني، أنت عارف السعودية تقريبا مع حكم إنجليزي شهير يعني هو اللي ماسك الرابطة، طبعا كنا بيعتمدوا على في حكام تجارب مصريين كتير على فكرة يعني. وخلي بقى حاجه، في بعض الدوريات رئيس لجنه الحكام بيعين من الرابطه، بالظبط، زي الدوري مش الانجليزي، لازم يكون حكم على فكرة، فزي الدوري الانجليزي مثلا. بالظبط، فاحنا وده كان الطلب من كتير من انديه، ان هم قالوا خلي التحكيم يروح الرابطه، بس احنا في الاخر مش مهم هو فين، يعني في الاتحاد المنتخب او في الرابطه، مش ده الموضوع، هو مهم يبقى عامل ازاي. فاحنا ان شاء الله هنعمل اول، بس ان شاء الله ما البعثه ترجع هنعمل اجتماع ما بين الرابطه ومجلس اداره الاتحاد، وهنشوف ايه اللي فيه يعني الصح. ممكن يكون في تفكير في اكيد موضوع لجنة الحكام، في يعني في تشكيل شكل، جديد يعني. او في يعني مهم ان انت تبقى ماشي في شكل مظبوط وصح، اه تقدر تضمن بيه ان المسابقه تكون مكتمله يعني. اه لكن في الاول وفي الاخر الحكام مصريين بشر، في الكوره في اخطاء، اللاعب بيخطا، الاداره بتخطا، الجهاز الفني بيخطا، ولكن انت عاوز توصل ان انت النهارده تستفيد مثلا من تقنيه الفار والكاميرات اللي زادت، بالظبط فده المفروض يقلل لك نسبه الاخطاء، وده بالظبط. حصل الموسم ده. كفايه السيكازوي اللي عمله النهارده، حكم النهارده ماتش تونس ومالي النهارده، كارثه اه كارثه مرتين صح، انها كارثه المباراه. كارثه. فان شاء الله ده ملف هام جدا وعلى اولوياتنا. اتكلمنا النهارده في الاجتماع اللي كان بيننا وبين الاتحاد، وهنعمل اجتماع خاص بموضوع التحكيم. فعشان كده بقول لحضرتك انا متفائل جدا جدا ان شاء الله للكوره، انها تبقى في الحته اللي تستاهلها دوله بحجم مصر. يعني معنى ان قبل استئناف الدوري بعد نهايه كاس الامم هيكون في اجتماع لشكل التحكيم فيما أكيد هو قادم من الدوري العام، أكيد صح كده؟ هو التنسيق قد ده يكون وقاعد هناك تغيير في لجنه الحكام، كان قد يكون هناك اضافه للجنه الحكام هتشوف كده. اللي الصح ايه هيتعمل. زي ما بقول لحضرتك ابتدينا النهارده اهو باجتماع فيما يخص الفار في خضم بطوله الامم، وهي شغاله يمكن الناس ما كانتش، واحنا الحمد لله بالتنسيق ما بين الاتحاد والرابطه كان فيه اهتمام بالملف ده لانه ملف مهم.